سيد سريع يا يوسف افندي. اهلا. بص كده، دي كل الحاجة اللي اتاخدت منك. ايوه هم الريض، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني هي اللي سرقتهم زي ما انت قلت لي؟ اللي قاعد مستنيك تيجي تقول انها طلعت مظلومة واجي معاك على الاسم عشان نخرجها وارجعها الشغل تاني؟ انت هترجعها. هترجعها.